السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا اليكم من جديد. اليوم غادي يكون عندنا فيديو مهم جدا، فيديو عاجل على اخر اخبار محترفين المغاربه وشنو وقع معاهم بالتفصيل التفاصيل. والكلام هنا تحديدا على حكيم زياش، ابراهيم دياز، اسماعيل السيباري، ناصر مصراوي، شادي رياض، عبد الصمد الزازولي، ايوب الكعبي، والقائمه تطول. وكالعاده كلشي غادي يكون تحت شعار المختصر المفيد، لذلك بدون اي اطاله ندخلوا مباشره في العام ونبداو مع الدولي المغربي ناصر مصراوي اللي كنا مازال ما هضرناش عليه. واللي كما شفنا المدرب طوخيل البارح فضل يخليه على مقعد البدلاء. مبدئيا بعد رجعوا فلاش باك للتصريح ديال المدرب قبل هذا الماتش اللي كان قال فيه نحتاج الى اداره نصير في مباراه شوتغارد اذا اردنا ان يكون متاحا بالكامل يوم الاربعاء. وهناك كلمه نحتاج الى اداره نصير فيها بزاف ديال الفرضيات، بمعنى طوخيل باغي يلعبوا فتره معينه ومحدده فقط، اي يمكن يلعبوا كاساسي ويخرجوا مثلا بين الشوطين باش يحافظ او يحمي من الاصابه لا قدر الله، او يلعبوا ديك 20 دقيقه الاخيره. المهم اللي باغي نوصل هو على حسب كلام طوخيل ما كانش باغي نصير يلعب الماتش بالكامل. اولا لكي يكون جاهزا 100% على المستوى البدني، خصوصا انه قبلها كيلعب ماتش الريال اللي كان الريتم ديالو طالع بزاف كما عارفين. وثانيا كما عارفين ما يتعرضش للاصابه، لانه كما عارفين نصير للاسف دغيا كيتصاب، وهذا الشيء اللي عايش جيد المدرب توماس طوخيل، لذلك قال يجب اداره مصراوي نصير ضد شوتغارد ان اردناه في مباراه الاربعاء ضد الريال. وكما شاهدنا البارح طوخيل فضل يدخل مصراوي حتى الدقيقه 64 ما كان كيميتش، وهذا التغيير كيدل على ان المدرب الالماني كلاكي الثاني مره غادي يعتمد على مصراوي كظهير ايسر وكيميتش كظهير ايمن في الماتش ديال الاياب ضد ريال مدريد، لانه رغم ان الكندي الفونسو ديفيز كان اداء سيء ناقص بزاف في هذا الماتش، والدليل كما كيبان خدا اقل تقييم اللي هو 5.9، الا ان طوخيل فضل يخرج كيميتش باش يحافظ عليه الماتش ديال دوري ابطال. بين قوسين الظهير الايسر الكندي الفونسو ديفيز كان هو السبب ديال الهدف الثاني بعد خطا ساذج في التغطيه. لاحظوا معايا مزيان كيفاش مخلي الكوري جيونغ يونغ خدامه بدون اي مراقبه، واللي كيرتقي بسهوله كبيره جدا وكيمارك الهدف، رغم انه للامانه الدولي المغربي ناصر مصراوي البريسينغ هنا كان يكون اسرس على اللاعب الكونغولي سيلاس كاتومبا. المهم مصراوي البارح لعب كظهير ايمن وكانت عنده بعض اللقطات من هذه اللي كتشاهدوها حاليا، وكيفاش ما شاء الله ارشقا وديكاجا الكره بالراس. وهنا اوتوماتيك في غادي يبان لنا الفرق بينه وبين الكندي الفونسو ديفيز، يعني ماشي غير جا توماس قاصح راسه فضل نصر على الفونسو ديفيز في مركز ضايع ايسر. اما بالنسبه للهدف الثالث اللي كان ماركيه نادي شوتغارد، المغربي قولا واحدا ما كانش كيتحمل فيه المسؤوليه نهائيا، وغادي نجيب لكم القصه او اللقطه من الازر ومن الاول. هنا عندنا لحظه ما نادي البافاري كانوا ضاغطين باكبر عدد من اللاعبين في مناطق الخصم باش يقلصوا النتيجه طبعا كما عارفين اكيد. وهنا عندنا المغربي مصراوي كما كيبان لكم بالواضح، من بعد هو بطريقه ما الخصم قدروا يقطعوا الكره ويلعبوا الكونتر اتاك، وفي هذه اللحظه تحديدا ناصر مصراوي رجع خطوات للخلف باش يغطي الجهه ديالو ويعمر لك على هذا اللاعب. ولا زيدنا شويه اللقطه غادي يبان لنا هذا اللاعب خرج يضغط لك على حامل الكره، والمدافع اوباميكانو مشى مع المهاجم سيرجيو غراسي. يعني دابا كنظن بان الصوره راه واضحه جدا، كل لاعب حاضي او مراقب لك اللاعب ديالو، رغم انني كنت كنفضل اوباميكانو هو اللي يضغط لك على حامل الكره، اما هذا اللاعب هو اللي مشى يراقب لك المهاجم غراسي. علاش؟ لان هذا اللاعب فاش مشى يضغط لك على حامل الكره راه خوى العمق كما هو واضح، واللي اوتوماتيكيا خلق المساحه للمهاجم الفرنسي كراسي، واللي زاد طيم بالا كما كنقولوا، وهو المهاجم اساسا كان سابق لك مدافع اوباميكانو من الاول، لهذا تخلقات هذه المساحه اللي تلعب فيها الباس، مما اجبر الدولي المغربي نصر يصلح هذا الخطا، وهو اللي مشي عمر على المهاجم لانه ما كانش عنده حل اخر، وهذا طبعا خلاه او اجبر على ترك مراقبه الكونغولي سياس كاتومبا، لهذا الاخير كيمارك الهدف في اخر المطاف. يعني مصراوي قولا واحدا لا يتحمل هذا الخطا، وباش ما نطولش بزاف هذا هو التقييم ديالو اللي هو 0.4. وقبل ما ندوز لباقي الاخبار نبارك لاسماعيل السيباري لقب الدوري الهولندي اللي رسميا توج به اليوم مع نادي بي اس في ايدهوفن، وكذلك ابراهيم دياز مع نادي الملكي ريال مدريد. وتخيلوا معايا اللهم بارك وزيد في ذلك، اغلب الدوريات الكبرى في اوروبا توج بها لاعبين مغاربه، عندك حكيم اشرف بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، عدلي امين بطل الدوري الالماني، سيباري اسماعيل بطل الدوري الهولندي، ثم الان دياز عبد القادر ابراهيم بطل الدوري الاسباني. وبالمناسبه دياز كان خرج بتصريح بعد الهدف والاسيست في الماتش ديال البارح واللي قال فيه بالحرب: اود اولا تهنئه تيبو كورتوا الذي عاد الينا من جديد، انه صديق واخ وانا سعيد جدا من اجله، نحن عائله كبيره، لقد وصلنا الى مستوى جيد للغايه وتملكنا طموح كبير امام بايرن ميونخ، المقابله ستكون في سانتياغو برنابيو، لذلك نعلم ما هي الليله الساحره التي تنتظرنا، نحن الملكي ريال مدريد نود دوما التتويج بالالقاب، يوم الاربعاء القادم لدينا نهائي اخر سنقاتل عليه حتى النهايه، ينبغي علينا فعل ذلك. وكان هذا هو التصريح الدولي المغربي دياس ابراهيم. وبين قوسين على المستوى النفسي ريال مدريد افضل بكثير من نادي بايرن ميونخ قبل موقع الاربعاء، بحكم النادي الملكي البارح ربح الماتش وتوج بلقب الدوري الاسباني، اما النادي البافاري فكان خسر الماتش مع الاداء المخيب وبنتيجه تعتبر كبيره 3-1، ولكن رغم ذلك هذا راه كيبقى سيف ذو حدين، لانه وجب على لاعبي الريال ينسوا هذا التتويج ويبعدوا عن اي احتفالات وما يركزوش على الامور الخارجيه والاحتفالات اللي كاينه بالعاصمه مدريد، وهذا اكيد اللي غادي يكون لانه ببساطه ريال مدريد. اما في المقابل النادي البافاري الخساره في الدوري غادي تفيقهم، وفي عوض ما كانوا غادي يحضروا الماتش ديال الريال بنسبه 100%، الان غادي يحضروا ليه
فيه بنسبه 200%. المهم ما علينا، خليونا ندوزو دابا عند الدولي المغربي الاخر حكيم زياش اللي اليوم شرشم وبهدل وزعزع ودمر نادي سيفاسبور بهدفين جميلين. نبداو مع الهدف الاول واللي كالعاده هو حكيم باش تكونوا معايا في الصوره. ولاحظوا اولا بعدا كيفاش كيتحرك في المساحه، وثاني وقتاش غادي يضرب لك سبرينج، اي ان الانطلاقه ديالو كانت في نفس اللحظه اللي تلعب فيها الباس في الامام عند اللاعب التركي باريش البريماس. لهذا الاخر لاحظ لك بان حكيم متمركز وحيدا لهذا طلق لي الباس وباش جايب صيفط على المغربي وما عطلاش وحطها في الشبكه. انهاء للامانه كان اكثر من رائع، ولكن البيت اللي طالع عليه الفيلم هو اللي كان في الدقيقه 60. الكره هنا كانت بلياردو بعدا ولا اختارت في الاخر تبلاصه عند زياش، واللي هذا الاخر من لمسه واحد دا الاستقبال مع التحضير اي جوج واحد. وكما كنقولوا دائما لا خليت هاد المساحه قدام زياش غادي تدفع الثمن كاش. وداك الشيء اللي كان المغربي هنا بوم صيفطها في الزاويه 9 المعشش فيها ابليس اللاعين. اللهم بارك قوش يا سامة قوش يا زياش يا مدمره. واكيد غادي تكونوا لاحظتوا بان حكيم مؤخرا رجع مستواه وفي كل مباراه كيزيد ياكد ذلك، واللي كنتمناو فقط هو تبعد منو ديك لعنه الاصابات. المهم حكيم تحصل على تقييم 9.2 كاعلى تقييم في الماتش. اما بالنسبه لمغاربه ريال بيتيس فكالعاده الشادي رياض لعب لك اساسي كونتر نادي اوساسونا وتحصل على تقييم 0.9. اما الزازولي عبد الصمد فكان دخلوا المدرب حتى الدقيقه 86، يعني قول ديك الساعه صافي راه الماتش سالا، لهذا حتى التقييم ما تعطاش ليه. ونختموا الان مع الدولي المغربي المهاجم ايوب الكعبي اللي خدا جائزه افضل لاعب في ذهاب نصف نهائي لدوري المؤتمر الاوروبي بعد ذاك الهاتريك والاداء الجيد ضد نادي استون فيلا. المهم كعبي راكم عارفين هضرنا عليه بما فيه الكفايه، والى هنا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.